اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد بنفس الموقع. يعني احنا حبينا انه نخلص الموقع كامل، تمام، مع انه تصوير الموقع كامل زائد اذا نحول الفيديو الى 3 دي اخوه عشان نشوف شو وضعها. طبعا هاي احنا القلاع ما شفناها، يعني المنطقه هاي احنا ما شفناها. احنا نزلنا من المنطقه هناك هيك ونزلنا لتحت، نزلنا لعند المدافن اللي تحت، لكن منطقه روعه يا اخوان. يعني لازم تجوا تشوفوها، موجوده في ابو نصير يا اخوان. وهسه راح اخذ اللوكيشن من الموقع، راح اخذ اللوكيشن راح احطه على الفيديو. بتلاقوا اللوكيشن تحت، ماشي، موجود على الفيديو. اللي بحب يزورها من الاردن، بحب يزور المنطقه ويشوف يتفرج عليها، اهلا وسهلا فيه. منطقه روعه يا اخوان، يعني حلوه حلوه كثير يا اخوان، والله العظيم حلوه كثير. يعني بتستمتعوا فيها 3 ساعات 4 ساعات ما تزهقوش منها، كل شوي بتلاقوا شغلات جديده. طبعا هنا وجودنا على قلعه، هيها زي القلعه، تمام، هاي زي ما احنا شايفينها. وفي قلعه ثانيه هنا كمان، هيها هون قلعه ثانيه، لكن هذول قلت لكم يا اخوان ما فيهم شيء، يعني ما فيش فيها دواره، دواره تحت، دواره تحت او في المناطق اللي هناك اللي احنا بنصور فيها. هاي المناطق اللي هون 12 دونم هذول، هي هناك، تمام. شوفوا كيف الشغل تبعهم، طلعوا الصخره، الصخره قديش حجمها، الصخرة لحبل وحدها. الصخرة لوحدها. اعذرونا على صوت الهواء، إذا في صوت هواء. تمام، نطلع لفوق. زي ما احنا شايفين. طبعا مهدمة، هاي كلها كانت لفوق وكلها تهدمت ونزلت تحت، يعني كلها نزلت جوا داخل المنطقة هاي. هاي زي ما احنا شايفينها. موقع مطل شوي. هاي قلعة، وهي قلعة هون، طلعوا قلعة، هاي القلعة، تمام، هاي هيك حدودها، تابع إلها زي الاسطبلات أو شيء زي هيك هون، هي تابعة إلها. حلو. وهاي مثلا هاي القلعة، هاي اللي هون تابع إلها زي الاسطبلات، هي هون اللي بحطوا فيها الخيل والغنم والهاي. حلوة حلوة كثير والله يا اخوان. بس توقفوا في المنطقة، بس تيجوا على المنطقة هاي إن شاء الله، بس ما تشوف اللوكيشن، اللوكيشن راح يكون موجود، بس تيجوا على المنطقة هون، بتفتحوا اللوكيشن يا إخوان، توصلوا المنطقة، بتيجوا تتفرجوا، يعني أنتوا بتيجوا بتستمتعوا فيها المنطقة. هاي صار في ناس مثلا، الحمد لله إنه في ناس بيجوا بيتفرجوا، هاي في هون ناس بيجوا يتفرجوا، الحمد لله رب العالمين، بجوز هذول بيتابعوا على القناة وعرفوا في المنطقة وأجوا، ما بنعرف. إن شاء الله إحنا نكون بنجيب الخير. ماشي. لكن هذا المنظر المشكلة، هذا المنظر، لكن خلاص نعتبره يعني من الحضارة القديمة، انه كان في غنم، وهذا انه مشهد تمثيلي للحضارة القديمة، ما في مشكلة. لكن زي ما احنا شايفين، خليكم معنا، خليكم معنا. هسه راح ندخل في هاي ونشوف شو في جواتها، هون جوا جوا، خليكم معنا. طبعا تكملة الفيديو، شوفوا يا اخوان الطريقة اللي موجود فيها الحجار، وموجود فيها ترى، والله روعة يا اخوان. هون هون شايفينها كيف يا اخوان، هاي نفسها اللي صورناها. خلينا ندخل عليها مرة ثانية، والله انا حاب افهم شو هي القصة، تمام. راح نشوفها بقول احيان البطة، نرجع للبطة، شارة بطة مقلوبة، مش شارة بطة، شارة ثعبان لافع حاله، لا مش شارة ثعبان لافع حاله. انا جينا حكينا عن هالمنطقة واللي احنا مش عارفين ايش هي وايش الوضع تبعها، يعني هسه نشوفها مع بعض اخوان. طلع ما بعرف ليش وقفات هذولا، لغاية الآن أنا ما بعرف، يعني لغاية اللحظة هاي ما فهمت إيش المغزى، إنه هذا دير باقي أو إشي زي هيك، لكن لغاية الآن أنا ما فهمت المغزى. راح نشوف كمان مع بعض هون، هاي في هذا كمان واقف، شايفينه كيف؟
والله ليش ما نعرف، حاول ندرس هاي الموضوع هذا ونفهم ايش اللي كان هون. هو هذا معابد، اذا حدا بيعرف يا اخوان يحكي لنا في التعليقات في الفيديو، يحكي لنا في التعليقات ايش هو هذا او لا على ايش برمز. يعني وجود ها طبعا كانت واقفه، وجود العمدان هاي على ايش برمز؟ مش عمدان نحكي انه عمود واقف لفوق، لا لا يا اخوان، هو هذا عباره عن حجر بس هيك محطوط، ما في عمود، يعني ما كان مكمل عمود فوقه، هذا هو عباره عن حجر بس. لكن اعطونا بالتعليقات ايش هو هذا قبل ما احنا نعمل البحث تبعنا ونشوف شو الوضع تبعنا ونشوف كل الامور. هاي البوابة، هاي الشغل، هاي حمودي برجانة هون الصخرة طالع فيها وردية. سبحان الله، هاي والله مش معمولة، مش احنا اللي عاملينها هاي، عشان تتأكد عندها مربط يا اخوان، شايفين المربط عندها مربط، كان حجر متحرك، مش صعب لازم نعتمد عنه الإشارة. من هاي المعبد اللي من جوا هذا، شايفينه كيف؟ شو كاين هون؟ ما بعرف، مش قادر أفهم. هذا المنطقة الوحيدة اللي مش قادر أفهمها هون، كل المكان هذا مش، هاي الوحيدة المنطقة اللي مش قادر أفهمها، مش قادر أعرف شو هي ولا أركز فيها ولا أفهم شو هي أصلا. تمام، هسا نطلع لفوق اتجاه القلعة هناك نشوف شو اللي ما شفناهوش تمام بالفيديوهات اللي قبلها ونرجع نصورها. خليكم احنا موجهين هسه لنفس القلعة الرئيسية. تمام، بحاول نفهم القصة تبعتها يا اخوان. هاي القلعة الرئيسية، بروح باتجاهها هسه بنشوفها يا اخوان، بنشوف شو وضعها. خليكم معنا. طبعا هاي يا اخوان واحد بالتعليقات قلنا لها مدخل، هاي مدخل لمكان ثاني، يعني مدخل بوديك لمكان ثاني، لكن لا صديقي هذا مش مدخل، مكان خزين صديقي. عشان ناكد على المسج تبعه جينا نصور لي، هذا مكان خزين صديقي مش مدخل. هلا نشوف القلعة مع بعض. هيا منطقة روعة، بتخوف يا اخوان، حلوة كثير وبتخوف. هون المكان حكينا عنه مكان الخزين، مكان شغلات زي هاي، مش مقابر هون يا اخوان، لانه يعني القلعة ملاصقة لها يعني، فمش مقابر. هيها هاي زي ما انتم شايفينها، حلو المكان، حلو. طبعا راح يكون موجود اللوكيشن تبع المكان هذا للي بحب من حوالين منطقة منصير او من عمان، حاب انه يجي يشوف المكان هذا، لكن مش حفر يا اخوان، يعني بده يجي مش راح يجي يحفر، بده يجي يتفرج على ويطلع، بس يتفرج ويطلع. يعني زي احنا شايفين هون كمان، بحاول اخفف حكي لانه احنا شفناها المنطقة هاي قبل مرة، انا صورتها انا عشان كانوا باقيين بدهم يعملوها استراحة الحكومة، يعني بدهم يعملوها استراحة، بس جايبين الخشب بس مش مكملين شغل لوجود البدو هون. البدو عندنا يعني مشكلة احنا، لكن مش مخربين كثير، يعني مش مخربين كثير في المشهد العام تبع المنطقة. يعني المنطقة لسه، يعني هاي مكان هون الحارس ماشي، فالبدو مش مخربين، عاملين لهم طريق وعاملين لهم شغل، ان شاء الله انه ما يخربوا. يعني هون راح نروح باتجاه البوابة الرئيسية تبعت طبعا هاي ما صورت انا المناطق هاي المرة الماضية، كنا كثير مستعجلين. تمام، مستعجلين وصورنا فيديوين كل واحد نص ساعة، هذا مستعجلين، كيف لو مش مستعجلين؟ شايفين يا اخوان كيف؟ هاي ما بتقدر تعرف، هاي هذا الحفر عشان يبين لك المنطقة اللي هي تبعت القلعة، فعاملين الحفر هذا، لكن هذا كله طمع مش لاي شيء. هاي
تمام. هسه هون هون بتلاقوا البوابة، وهي البوابة. هسه كل هذه الحجارة مكونة فوق بعضها، شايفينها؟ هاي كل هالحجارة مكونة فوق بعضها. احنا داخل القلعة، ترى وين باسم؟ هيك احنا داخل القلعة يا اخوان. وهناك الغرف اللي حكينا عنها اللي هي المجالس الموجودة، هاي القلعة الرئيسية. طبعا القلعة مطلة يا اخوان، يعني مطلة على كل المكان اللي احنا شايفينه. هاي شايفين اللي بيقوم فوق القلعة، شوفوا شو المناظر اللي بشوفها. منطقة كاملة، بشوف المنطقة كاملة، فمطلة جدا يعني. والمجالس اللي هون، والقلاع اللي تحت، والمدافن اللي تحت. يعني اللي بيجي على الموقع هون بده يشوف المدافن، منزل تحت هناك في المنطقة هذيك يشوف المدافن. طبعا شكرا للجميع للمتابعة، ولا تنسونا من اللايكات، ومش يشترك في القناة يشترك في القناة، فعل الجرس. شكرا جميعا للجميع للمتابعة. ايش بدك يا حمودة؟ لا تنسوا توصلوا لنا مليون مشترك. ماشي، وشو كمان؟ خلاص؟ بس خلاص هيك؟ خلاص، مش ضروري تحطوا ديسلايك. مش ضروري تحطوا ديسلايك، ماشي. اهلا وسهلا في الجميع، شكرا.